وقف لا يضرب منا محمود تواخر هيك خلي الولد واقف القوات الأمريكية الغاشمة المحتلة قامت بقصف عشوائي على منازل آمنة في منطقة القادسية في تكريت منازل آمنة ليس لها وليس فيها أي عتاد ولا أي أسلحة Whether in Baghdad or Basra or other communities in Iraq, no one wants to see a return to the violence of a year ago. The Iraqis that I speak with want to move forward and build on the security gains that have been achieved through enormous sacrifice. They do not want to go backwards. They باسم القانون تشن هذه الهجمة الشرسة على جهة التيار الصدري بشكل وحشي بربري فتنتهك الحرمات وحقوق الإنسان بكل أنحاء العراق ابتداء من بغداد ومرورا بالحلة والكوت والديوانية وكربلاء وأخيرا الهجمة التي ترأسها رئيس الحكومة على البصرة الحبيبة ظنا منه أنه ينال من إرادة هذا الشعب بتطبيقه لأجندة المحتل من الصبح اليوم يعني جاي منه محمد قبل جاي هيك